أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. سائل يقول سمحت الشيخ، ما هي الشبهة التي يبني عليها التفسيريون قولهم وجزاك الله خيرا؟ شبه كثيرة، لكن من أعظمها وأخطرها أنهم يأخذون بالمتشابه من الأدلة ولا يرجعونه إلى المحكم، لا يرجعون المحكم المتشابه إلى المحكم الذي يفسره ويبينه، ويأخذون دليلا ويتركون الأدلة الأخرى التي تقيده أو تفسره أو تخصصه. وهذه مرتبة لا يعلمها إلا العلماء، أما الجهال والمبتدئون في طلب العلم فلا يعلمون هذا الشيء. هذا من أعظم الشبهات في هذا الأمر. وكذلك تقليدهم أو طاعتهم لمن ليس عنده علم، من يدعي العلم وهو ليس بعالم، أو طاعتهم لعدو يتزيى بالإسلام وهو يريد الإساءة إلى الإسلام. نعم.